Excellency, President عبد الفتاح السيسي. Good evening, Honorable President. مساء الخير فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الضيوف والوفود الكرام. على مدى اليومين السابقين التقت العقول الشابة العربية والأفريقية في المدينة الجميلة هنا أسوان، وهو الملتقى الأول من نوعه. هذا الملتقى في المقام الأول يشير إلى مدى تشابهنا ومدى ترابط تطلعاتنا واعتماد مصائرنا على بعضها البعض. كلنا سنفوز عندما يفوز أحد منا، على الرغم من اختلافنا من حيث الخلفيات والمعتقدات والثقافات، إلا أنه هناك قوة توحدنا وهي التي يسرت تجمعنا هنا في مصر، وغالبا لا تبرز أهميتها ولكنها حاضرة دائما، إنها التكنولوجيا. بينما نحن جالسون في هذا المسرح هناك تليفونات محمولة، أجهزة لابتوب، أسلاك، موجات وإشارات تنقل المعلومات بسرعات غير مسبوقة. إن الثورة الرقمية حاضرة هنا معنا. إن عصر التكنولوجيا السحابية والذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة يغير الطريقة التي تتعامل وتتكامل بها دول العالم مع بعضها البعض، مما يسهل تبادل السلع والخدمات والأفكار والرؤى والخبرات. تلك التطورات تمثل فرصة للتعاون التكنولوجي بين الدول العربية والأفريقية، الهدف الذي نعمل لتحقيقه من خلال المبادرات المرتكزة على نقل وتطوير المهارات والمعرفة التكنولوجية بين المنطقتين. وهذا التبادل عبر الحدود هو الركيزة التي تبنى عليها قصص النجاح العربية والأفريقية. إن أهداف التنمية المستدامة، وهي الآن في العام الرابع لتنفيذها، تدعو تحديدا إلى التوظيف الكامل والمنتج والعمل اللائق للجميع، مما سينتج عنه نمو اقتصاديا شاملا ومستداما. هذا بالضبط ما نحتاج إليه كشباب عربي وأفريقي، ولهذا السبب نحن هنا الآن في أسوان.